السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده بيديك إمكانيات حلوة في التعامل مع الفيديو. على سبيل المثال أي فيديو عندك تقدر إن أنت تحط له الترجمة السبتايتل، لو أنت عايز تخلي فيه نص يظهر تقدر تعمل له إدراك جوه الموقع بتاعك، تقدر تعمل سيرش جواه، تقدر تحط له باسورد، تقدر تشوفه بجودة عالية 4K، تقدر إن أنت تعمل كروم كاست، تقدر تبثه على التلفزيون، تقدر تضيف اللوجو بتاعك، تقدر تعمل له كاستمايز، تقدر تستعمله مثلا في ايفنت يقدروا يشوفوا الفيديوهات معاك، تقدر الكرييت، تقدر انت تاخد لقطات منه، تقدر انت تسجل الشاشة بتاعتك مع الكاميرا من غير اعلانات، تقدر تستخدمه في الادوكيشنال، تقدر تظبط الإضاءة بتاعتك بشكل كويس، يقدر الناس تدور على الفيديو جوه الفيديو، وتقدر تحطه في الفيسبوك أو تويتر أو أي موقع من المواقع اللي أنت حابب تشارك الفيديو بتاعك فيه. عايز تضيف أي معلومات جوه الفيديو تقدر أنت تضيفها بسهولة، تقدر تحط ليبل توضيح مثلا ده إيه وده إيه العناصر اللي موجودة. هو موقع ممتاز للناس اللي بتستخدم الفيديوهات، هو كله معتمد على الذكاء الاصطناعي. حس ممكن يحسن لك الصوت، يحسن لك برضو الصورة، ويعمل لك تعريفات زي ما انت شايف موشن، يبقى فيه حركة مثلا اهوت فبيتابع لك الحركة. طيب للسعر لكن انت تجربه فترة، السعر $5 في الشهر.